مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة نتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات والأندية واللاعبين ونتائج أبرز المباريات ضمن أبرز البطولات الكروية. رح نبدأ مع الملف الذي يشغل العالم الآن، ملف ميسي مع برشلونة وآخر الأخبار المتعلقة بهذه القضية. طبعا الأخبار كلها تأتي من الصحافة ولم يصدر أي تصريح أو إعلان رسمي من ميسي أو من وكيل أعماله اللي هو والده أو حتى من نادي برشلونة يؤكد شائعات طلب رحيله أم بقائه أم ما إلى ذلك. إذن وفقا للصحافة الإسبانية، خورخي ميسي والد ووكيل أعماله ليونيل ميسي تواصل بالفعل مع نادي مانشستر سيتي، ومن المحتمل أن يذهب إلى برشلونة الأسبوع المقبل لتسريع المفاوضات بينه وبين مانشستر سيتي وإيجاد حل للبند الموجود في عقد نجله والذي يمنحه حق الرحيل في نهاية الموسم، حيث أن مانشستر سيتي لا يمانع تضمين حتى بعض اللاعبين ضمن الصفقة من أجل الحصول على سعر أقل لليونيل ميسي. اللاعبين الذين من المتوقع أن يكونوا ضمن الصفقة هم إريك غارسيا يلي أصلاً طالبوا برشلونة للتعاقد معه، وأيضاً اللاعب أنجلينيو أيضاً كمان مطلوب من قبل نادي برشلونة، وحتى المهاجم جابرييل خيسوس. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا الموضوع من خلال التعليقات. كان جوردي ماستري أيضا نائب رئيس برشلونة السابق خرج بتصريح وقال للصحافة أنه ميسي كان يرغب أيضا في مغادرة برشلونة عام 2016، لكننا تدخلنا وقتها وأعاد النظر في قراره وآمل أن يحدث نفس الشيء الآن. إذن على ما يبدو ميسي كان قريب من الخروج منذ 4 سنوات من نادي برشلونة. أيضا في خبر آخر متعلق بهذا الموضوع، كانت صحيفة الماركا الإسبانية عنونت أنه مانشستر سيتي يريد استغلال الفرصة في إشارة إلى أنه في مفاوضات حقا تجري بين ميسي ومانشستر سيتي. ووفقا للصحافة أنه السيتي عرض على ميسي عقد سيمتد لمدة 3 سنوات، لكن ربما ستكون عملية التعاقد صعبة. أيضا وفقا للصحافة نادي إنتر ميلان مهتم، ما يزال مهتم، ولكن باريس سان جيرمان خارج المنافسة. يعني حاليا الأندية المتصارعة على ميسي هي مانشستر سيتي بالدرجة الأولى، إنتر ميلان، وبرشلونة الذي يرغب ببقائه أصلا. طبعا كان بارتوميو رئيس نادي برشلونة وفقا للصحافة قال إنه هو سيستقيل، وبانتظار معرفة رأي ميسي إذا كان استقالة بارتوميو ستبقيه في النادي أم لا. أيضا كان خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ميسي قال إنه هناك تسجيل صوتي تم تسريبه لاعتراف ميسي بأنه يريد الرحيل عن برشلونة والتوقيع لمانشستر سيتي. هذا التسجيل الصوتي كانت نشرته صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، ولكن والد ميسي رد على حسابه على إنستغرام وقال لصحيفة لا ناسيون إنه هذا خطأ ولا يوجد مثل هذا الاعتراف وهو صوت مزور. أيضا في خبر آخر متعلق بهذا الأمر، وفقا للصحافة البرازيلية الأرجنتيني ليونيل ميسي كان طلب من زميله السابق نيمار نجم باريس سان جيرمان مرافقته إلى نادي مانشستر سيتي إذا صارت طبعا الصفقة، لأنه طبعا هو كان زميله في نادي برشلونة. وفقا للصحافة ميسي اتصل بنيمار لدعوته للعب معه في مانشستر سيتي، إذا لأنه هو كان يعني بانتظار رجوع نيمار إلى برشلونة. طبعا هذا يبقى خبر صحافة يعني مش مؤكد، ياريت تخبرونا أيضا عن رأيكم بهذه الإشاعة من خلال التعليقات. وآخر خبر متعلق بهذا الأمر أنه وفقا للصحافة مالكي نادي مانشستر سيتي سيقدمون لميسي عرض مزدوج يلعب بموجبه لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي.
ومن بعدها سينتقل إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي. على ما يبدو ستتم أيضا إتاحة الفرصة لميسي ليكون سفير لمجموعة سيتي فوتبول جروب، وهي الشركة المالكة لعدد من الأندية حول العالم، منها مانشستر سيتي ونيويورك سيتي. وعلى ما يبدو الآن إدارة السيتي تحاول توافق هذه الصفقة مع قواعد اللعب المالي النظيف، ومن المتوقع أن يكون والد اللاعب ليونيل ميسي وكيل أعماله في إنجلترا في مدينة مانشستر يوم الاثنين. إذن بالنسبة للأخبار الأخرى، وفقا للصحافة رباعي نادي تشيلسي ميسون ماونت، تامي إبراهام وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري تعرضوا مؤخرا للإصابة بفيروس كورونا المستجد. طبعا نتمنى كل الشفاء للمصابين بهذا المرض. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي أتلتيكو مدريد مصمم على التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، لأنه عرضت إدارة الروخي بلانكوس على ما يبدو على أرسنال واحد من ثلاثة لاعبين لإدخاله في الصفقة، وهم أنخيل كوريا وتوماس ليمار وفيتولو. لكن أرسنال لا يريد ضم أي لاعب من هؤلاء الثلاثة، وإنما يركز على التعاقد مع توماس بارتي نجم وسط أتلتيكو مدريد والذي تألق كثيراً وجعله محط أنظار العديد من الأندية في أوروبا. في خبر آخر، وفقاً للصحافة نادي برشلونة يراقب وضع ظهير باريس سان جيرمان الإسباني خوان برنات، والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى نهاية الموسم المقبل، وما زال بعد لم يتوصل الاتفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي مانشستر يونايتد لا زال يتفاوض مع أستون فيلا من أجل ضم لاعب الفريق جاك غريليتش البالغ من العمر 24 عام والمقدرة قيمته بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني. لكن اليونايتد سيحاول أن يدخل لاعبين في الصفقة التبادلية من أجل تخفيض سعره، مثل سيرجيو روميرو أو دين هندرسون أو ديوغو دالوت. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي بنفيكا البرتغالي أصبح مهتم بضم لاعب نادي ريال مدريد ماريانو دياز، والمطلوب أيضا من قبل غريمه نادي سبورتينغ لشبونة. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الأمريكي ويستن ماكياني نجم شالكي البالغ من العمر 21 عام في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 25 مليون يورو. في خبر آخر، نادي الهلال متصدر الدوري السعودي كان أعلن عن تجديد عقد لاعب وسط الفريق ناصر الدوسري لمدة 3 سنوات قادمة. إذن في خبر آخر، أيضا أعلن نادي بلد الوليد لكرة القدم عن توصله لاتفاق لضم حارس المرمى روبرتو خيمينيز جاغو من نادي ويست هام الإنجليزي بعقد يستمر حتى 30 من حزيران يونيو 2023. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي أتلتيكو مدريد كان كثف مفاوضاته أو يكثف مفاوضاته حاليا مع نادي داليان الصيني الذي أعير منه اللاعب البلجيكي ياني كاراسكو لنهاية الموسم. عقد كاراسكو مع النادي الصيني يمتد حتى عام 2022، لكن الأتلتي لا يرغب بعودته للصين ويرغب بالاحتفاظ به. إذن في خبر آخر، نادي تشيلسي كان أعلن عن تعاقده مع المدافع الفرنسي مالانغ سار لاعب نادي نيس السابق البالغ من العمر 21 عام في صفقة انتقال حر، لأنه انتهى عقده مع نيس. وعقد اللاعب مع تشيلسي سيمتد لمدة 5 سنوات مقبلة، لكن لن يلعب مع تشيلسي ابتداء من الموسم المقبل، بل ستتم إعارته إلى أحد النوادي للحفاظ طبعا على فرصته في اللعب. في خبر آخر، نادي موناكو الفرنسي كان أعلن عن تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي كايو هنريكي البالغ من العمر 23 عام بعقد يمتد ل5 سنوات قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي خبرنا الأخير، طبعا نادي تشيلسي كان أعلن الأربعاء عن ضم بن تشلول الظهير الأيسر لليستر سيتي ومنتخب إنجلترا بعقد سيمتد لمدة 5 مواسم مقبلة دون الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة.
هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأدعوكم لمتابعتنا لاحقا من خلال فيديوهات البث الحي اللي بنعملها على صفحة أخبار الآن على فيسبوك لمعرفة آرائكم حول آخر مستجدات وقضايا عالم كرة القدم. شكرا جزيلا على المتابعة، بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.